بسم الله الرحمن الرحيم. Hold the fart. الحياة في الايه؟ في المزرعة. أول جملة قلناها؟ My father is a farmer. My father is a farm. أبي عنده ايه؟ مزرعة. دي أول جملة اللي هي مسألة الايه؟ المقدمة. مين هيقول لي بقى الجملة الثانية؟ عايزين نوصف شكل المزرعة دي. يا ريت. It is big. Very good, Arita. يبقى أقول أول جملة إيه؟ It is big. ها الجملة الثانية؟ It is from is green. It is green. Good. أقول It is green. هنا هي خضراء. أقول إيه ثاني؟ It is beautiful. It إيه؟ It is beautiful. ما ننساش is. It is beautiful. Very good. Very good, Yara. يبقى نقول we grow rice. بنزرع ايه؟ On the farm. أو on a farm. ها؟ مين هيقول جملة كمان؟ It is black. Very good. ها؟ My father. يربي يعني ايه؟ ريز. حط لها تحتها الاس دي. مفرد عشان الفازر ايه؟ مفرد. ما الفازر ريز ايه؟ تشيكن اند كاو. فلاور جود. هنقول ايه؟ انا بقى نغير بلاش كله يبقى فاذر. ممكن نقول دي مثلا ماي براذر مصطفى. ماي براذر ايه؟ جروث فلاور. ودي اسماء. انا مش ماي سيستر. ماي ايه؟ ماي سيستر واتر بلانت. جود. طب الماي سيستر water بلاد water بلاد انا مستر نقول ايه؟ او ذا فارمز مزرعة. هاف ولا هاز؟ هاز. لطف. لطف يعني ايه؟ الكثير. تريز ايه؟ الاشجار. انا هوت. ات از هوت. بس بلاش هوت دي خلاها مثلا صاني. ات از صاني. طب احنا بنجيب لها ميه منين؟ انا عندي رين ووتر. يا شيخ ده احنا في مصر. لا ده ريفر نايل. ماشي. وي يوز. يوز يعني ايه؟ نستخدم ايه؟ المياه. منين الميه؟ المياه. وي يوز ذا نايل ووتر. نستخدم الماء الايه؟ النيل. مش الرين ووتر. ده الرين ووتر. انا مستر فلاور. احنا قلنا هنا ماي براذر جروز فلاور. جملتك صحيحه وسليمه وجميل. ات هاز فلاور. فيها ايه؟ ورد. I like farms.
good. We have many animals on the farm. It is grass. What is it? Grass. Grass. عوش. جميل. There is a lot of grass. You have كثير من ليه؟ عوش. مين هيقول تاني؟ أنا. Wait. It's beautiful. It is very beautiful. جميل. كلمة beautiful. It has a lot of people. Good. It has a lot of people. في ناس كثير عايشة معنا في ليه؟ في الفارم. The land is green. ها جميل. البراجراف صعبة كده؟ لا. كلها سهلة.